نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو أعلن أن المصرف قد يخفف من تمويل المصارف اليونانية في حال صوت اليونانيون بنعم في استفتاء يوم الأحد، والذي سيحددون فيه رفضهم أو قبولهم ببرنامج التقشف مقابل الحصول على مساعدات. وأضاف كونستانسيو: إن جاءت النتيجة لا لسياسة التقشف، عندها سيكون من الصعب التوصل لاتفاق. أما النتيجة فستكون مرتبطة بقرارات وتحليلات المصرف المركزي الأوروبي.